هذا يقول لي ايه الكومبوننتس بتاع الكمبيوتر الاساسيين سوفت وير. ها ايه هو سوفت وير؟ هو الهارد وير. الهارد وير يا جماعه هو كل شيء ملموس ومرئي في الكمبيوتر، صح؟ اي حاجه ممكن تمسكها بايدك تشوفها جميل دي هارد وير. السوفت وير هو اي حاجه ما تقدرش تقول لك شوفها جميل ولا تمسكها بايدك. ايه بقى السوفت ويرز الموجوده الاساسيه اللي عندي في الكمبيوتر؟ حاجتين: اوبريتنج سيستم وابلكيشنز. ايه الاوبريتنج سيستم بقى؟ نظام التشغيل اللي هو عندنا كلنا في البيوت اسمه ايه؟ ويندوز مثلا ويندوز 7 وتقريبا اكس بي. حد يعرف حاجه غير منتجات شركه مايكروسوفت؟ لينكس، يونكس، ماك، صح كده؟ اللينكس ده ديستريبيوشنز كتير، ابونتو، مينت، سولار، تمام؟ يبقى نظام التشغيل مش بس ويندوز، ويندوز ديت اليوزرز اللي عندي امتحانات. اما الادمنز والناس ديت بتشتغل على يونكس ولينكس وشغل تقيل يعني كوماند لاينز مش جي اي زي ما احنا بنعمل كده، صح؟ تمام. دي الاوبريتنج سيستم. ايه فكره الاوبريتنج سيستم يا جماعه في الكمبيوتر اصلا؟ هي الانترفيس اللي ما بين اليوزر والهاردوير. اللي ما بين الابلكيشن والهاردوير، يعني لما تيجي تكتب وورد، وورد ده ايه؟ سوفت وير. ابلكيشن ولا اوبريتنج سيستم؟ ابلكيشن، صح؟ الابلكيشن ده ما ينفعش يشتغل على الكمبيوتر دايركتلي الا اذا كان فيه نظام تشغيل. ايه اللي بيحصل بقى؟ نظام التشغيل بتاع الابلكيشن بروجرام اللي هو مثلا يخاطب مين؟ الاوبريتنج سيستم. هو يقدر الابلكيشن بروجرام هو يتعامل مع الاوبريتنج سيستم. طب الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه؟ يقدر يتعامل بدوره مع مين؟ مع الهاردوير. مع الهاردوير. بص يا باشا كده، ابلكيشن اوبريتنج سيستم هاردوير. الابلكيشن يؤمر الاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم يؤمر مين؟ يعني انت مثلا بتكتب وورد، خلاص؟ الوورد ده ابلكيشن، الابلكيشن ده بيتعامل مع مين؟ مع الاوبريتنج سيستم. يقول له ايه؟ يقول له اكتب الملف ده في الجزء الفلاني في الهارد ديسك. يبقى مين اللي حاطط الهاردوير؟ ها؟ الاوبريتنج سيستم. ومين اللي حاطط الاوبريتنج سيستم؟ الابلكيشن. الابلكيشن هو البرامج بتاع الوورد والاكسل والحاجات دي، البراوزر، ها؟ كل الميديا بلايرز دي كلها ابلكيشن اللي احنا شغالين عليها. الابلكيشنز دي ما ينفعش تشتغل دايركتلي على الهاردوير بتاع الكمبيوتر. امال ايه اللي في نص؟ اوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم ده زي وسيط ما بين الابلكيشن وبين ايه؟ الهاردوير. الابلكيشن ما ينفعش دايركتلي يتعامل مع مين؟ مع الهاردوير. لازم نص حد ايه؟ فيكون كومباتبل مع ده ومع ده، يقدر يناقش ده ويقدر ياخد اوامر من ده ويدي اوامر من ده. مين بقى الحد في النص ده؟ الاوبريتنج سيستم. اكتر حاجه؟ طيب تمام. والابلكيشن زي ما احنا قلنا مثلا اوفيس، براوزرز مثلا جوجل كروم، فايرفوكس، ميديا بلايرز، اند سو، كل البرامج اللي احنا بنعملها. ده كده الكمبيوتر من ناحيه ايه؟ من جهه السوفت وير. طب من جهه الهارد وير بيتكون من ثلاث اجزاء اساسيين، حد يعرف؟ سي بي يو. بص يا جماعه، السي بي يو اللي هو البروسيسور، هو البروسيسور واسمه سي بي يو، واسمه مايكرو بروسيسور، واسمه سنترال بروسيسنج يونت. كل المسميات دي لحاجه واحده اللي هي السي بي يو. حد عنده مشكله؟ اللي عنده مشكله في اي حاجه يوقفها. تمام. ايه تاني غير السي بي يو يا جماعه؟ الميموري. ايه تاني؟ الاموت. دول الثلاث كومبوننتس الاساسيين في الكمبيوتر كهارد وير. خلاص؟ الناس بقى تشتغل معايا. ايه السي بي يو؟ هو مخ الكمبيوتر. هو الجهاز او الجزء اللي في الكمبيوتر المسؤول عن عمليه معالجه البيانات اللي تخش الكمبيوتر. اي حاجه بتدخل داخل الكمبيوتر اللي بيعملها عمليه معالجه او اللي بيقوم بهذه العمليه هو مين؟ هو المايكرو بروسيسور او السي بي يو. خلاص؟ طيب هنا دلوقتي يا جماعه عشان ارن برنامج لازم البرنامج ده يكون موجود ايه؟ متخزن عندي في مكان. المكان اللي بيخزن البرنامج هو مين؟ هو الميموري. وعايز اوضح لكم فرق ما بين حاجتين، ان انت تكون مسطب برنامج وان انت تكون مشغل برنامج. حد يعرف الفرق؟ برنامج شغال او برنامج متسطب؟ اتفضل. لما يكون البرنامج شغال فبيحصل فيه تخزين مؤقت في وقت البرنامج هو شغال. تمام. بعد ما نضرب التشغيل فبيتشال المساحه من على الميموري بتاعه وقت ما نخلص التشغيل. لا احنا ممكن نقول احسن من كده شويه، ان اما بسطب بعمل انستول يعني لبروجرام. تمام. البرنامج ده بيشغل حيز من مين؟ من الهارد ديسك، وخصوصا بارتيشن
سي باي ديفولت الا اذا انت اخترت ايه بارتيشن تاني صح. لو حد فيكم داخل على السي على حاجه اسمها بروجرام فايلز هيلاقي كل برنامج متسطب ليه شويه فايلات ايه موجوده في هذا المكان صح كده. ده كده برنامج انستولد على الكمبيوتر عندك خلاص كده. طب اما بتضغط كليك عليه تشغله بيحصل ايه؟ بيحصل ان الملفات دي تتحمل من الهارد ديسك. هارد ديسك تمام تروح تتحمل فين؟ ها؟ على الرام. مش معنى ما بتشتغلش هارد ديسك دايركتلي ايه؟ ها؟ تعرف؟ عشان سرعة ايه؟ ليه؟ مش معنى مين يعني ايه؟ برضه سرعة مين اسرع من مين؟ بالظبط كده. الهارد ديسك يا جماعه يعني الميكانيزم اللي شغال عليها ميكانيكا. انتوا فاكرين الجرامافون؟ فاكرين الجرامافون بتاع زمان؟ الاستمارات هو الهارد ديسك الفكره بتاعته منه مع التطوير شويه. خلاص؟ هو عباره عن استمارات كده وفيها برضه في قارئ بيقرا الداتا اللي عليها عن طريق موجات كهرومغناطيسيه وكلام من ده. خلاص؟ فسرعه الهارد ديسك بالنسبه للسي بي يو مش الهارد ديسك فيه داتا للسي بي يو هيشتغل عليها ده بالنسبه لده ايه؟ بطيء جدا. هو ما يكون واحد بطيء بيسلم واحد سريع عشان يشتغل السيستم كله بيبقى بطيء صح كده؟ انا بطيء بدي لواحد سريع هو سريع شغال على اخره وانا بديله بطيء فايه اللي هيحصل؟ كل السيستم هيبقى ايه؟ هيبقى بطيء. فجابوا حاجه في النص سريعه شويه اسمها ايه؟ رام. الرام دي بقى هي مساحتك في التخزين مش كبيره فبيقول لك ايه؟ ها بتخزن الحاجه اللي شغاله ايه؟ دلوقتي بس. يبقى انا هشغل برنامج، البرنامج دي متحمل في الرام. طيب الرام بتسلم لمين؟ للمايكرو بروسيسور. الرام اسرع من الهارد ديسك فبتسرع السيستم عندك. حد عنده مشكله؟ طيب ايه فائده الانبوت اوتبوت؟ يعني ايه اصلا انبوت اوتبوت؟ يعني ماوس، كيبورد، شاشه، برينتر وكل الاجهزه الطرفيات اللي ممكن توصل بالكمبيوتر للكمبيوتر بتاعك. ايه فائدتها؟ اللي هي بتمكن الكمبيوتر بتاعي ان هو يتعامل ان هو ايه؟ ينتراكت مع العالم الخارجي، يتعامل مع العالم الخارجي، ياخد ويدي مع العالم الخارجي، صح ولا ايه؟ ان يوزر يدخل داتا، ان يوزر يستقبل داتا على شاشه او يدخل داتا من الكيبورد. دي طريقه الايه؟ الانتراكشن ما بين مين؟ ما بين اليوزر والكمبيوتر، الايه متوت كده. يبقى الكمبيوتر كاردوير بيكون كام حاجه يا جماعه؟ ثلاثه، اهمهم السي بي يو ده بيعمل عمليه معالجه البيانات، الميموري بتخزن البرامج اللي هتم معالجتها اللي هيتم الرن بتاعها داخل المايكرو بروسيسور، الانبوت اوتبوت ده هو اللي بيخلي الكمبيوتر بتاعك يتعامل مع العالم الخارجي ياخد ويدي داتا من والى العالم الخارجي. هذا المشكله؟ الموضوع ده كبير مش عايز اخش فيه دلوقتي عشان الوقت ضيق. الميموري يا جماعه في منها انواع كتير رام وروم وبي روم والتطورات بتاعتها. الفرق ما بين الرام والروم ان الرام بتخزن تخزين مؤقت ودي الحاجات اللي بتبقى بتخزن البرامج اثناء الرن تايم بتاعها بس. طب امال ايه الروم؟ هي ريد اونلي ميموري ديت يعني ذاكره للقراءه فقط بيتم تخزين فيها البيانات اللي ما بتتعدلش. الحاجه اللي ما بتتعدلش على مستوى الكمبيوتر في فتره شغله يعني بنسبه كبيره منها ما بتتغيرش بتتخزن في حاجه اسمها روم. زي ايه؟ طبعا كلنا عارفين البايوس. حد ما يعرفش البايوس؟ انتوا عارفين زمان في الاكس بي مش كان بيبقى في شاشه سوداء بتطلع كده بتقعد تحمل حاجات يقول لك الهارد ديسك بتاعك 80 جيجا الرام بتاعتك 512 وفي فلوبي ديسك وفي مش عارف سي دي روم. ايه ده؟ ده البايوس اللي هو بيعمل تشيك على مين؟ الكلام ده دلوقتي ما عادش بيظهر في الويندوز 7 بقى هو بيحصل بس بيحصل في الخلفيه بقى هو يجيب لك شاشه كده بتاعت الويندوز وتقيد وتطفي كده يعني الاضاءه بتاعتها تزيد وتقل كده وخلاص. اما في ايه في الباك جراوند حاجات كتير بتحصل صح؟ ان في حاجه اسمها بايوس بيتم تحميله في البدايه عشان يعمل ايه؟ بيعمل تشيك انت الهارد انت الكومبوننتس بتاعت الكمبيوتر بتاعتك شغاله ولا لا؟ لو حاجه فيها عطاله هي تطلع لك رساله يقول لك مثلا ان الهارد ديسك مثلا مش ساعات بيطلع لكم يا جماعه نو هارد ديسك فاون نو اوبريتنج سيستم فاون شاشه سوداء كده طلعت فيها رساله. ايه مين اللي طلع الرساله ديت؟ برنامج اسمه بايوس اختصار ايه؟ بيزك انبوت اوتبوت سيستم. ده بيعمل ايه؟ بيروح يتشيك على كل هاردوير انت شغال ولا مش شغال ولا شغال ولا مش شغال. كان بيظهر لنا زمان كان مين اشتغل اكس بي؟ ده ريسنت يعني مش قديم قوي. كان بيجيب شاشه سوداء يقول لك ايه؟ انت عندك هارد ديسك 80 بعد كده رامات 512 وفي فلوي في سي دي روم مش عارف ايه ولو في حاجه معينه مش موجوده يكتب شرطه جنبها او نو او نوت مش فاوند او نوت كونكتد صح كده؟ ده كان بيعمل تشيك على الدنيا شغاله ولا لا. كمان بيعمل تشيك هل في اوبريتنج سيستم انستولد ولا لا؟ يعني ما بيكونش كمبيوتر جديد ما بيبقاش في اوبريتنج سيستم
لو جيت تعمله بعضا البارز ده موجود فيه حتى لو مش اوبريتنج سيستم. يجي طلع يقول لك ايه؟ مفيش اوبريتنج سيستم شغال. سطر اوبريتنج سيستم. طب لو شلت الهارد الكاب بتاع الهارد ديسك من الكيسه وشغلت الجهاز يقول لك هو هارد ديسك فاول. صح كده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ البايوس. موجود فين البايوس؟ ها في الشيب بقى روم كده. يبقى الروم ديت فيها البايوس كده ما بيتمسحش. اليوزر ما بيعدلش فيه. خلاص؟ الكلام ده ليه تفاصيل بس بعد يعني عشان الوقت ضيق معلش ممكن نبقى نطلعها. تمام يبقى احنا خدنا ثلاث حاجات اساسيين في الكمبيوتر. طب السي بي يو بقى نفسه بيتكون من ايه؟ يعني السي بي يو ده اول اهم حاجه في الكمبيوتر خلينا نركز عليه شويه. ها حد يعرف؟ ها؟ ايه ال يو اللي هي الارثماتيك لوجيك يونت صح كده؟ اللي هي الجزء اللي مسؤول عن عمليات الحسابيه ولا ايه؟ والمنطقيه ارثماتيك لوجيك يونت صح يا جماعه ولا ايه؟ طب ايه العمليات الحسابيه والمنطقيه اللي عندنا؟ الاساسيين. ايه العمليات الحسابيه الاساسيه يا جماعه؟ اللي من خلالها ممكن استنتج اي حاجه ثانيه. جمع صح؟ انكريمنت ديكريمنت. الاربعه دول لو انت عملت الهاردوير اللي بيعمل الاربعه دول بس يبقى انت كده عملت ارثماتيك سيركت. طب يا باشمهندس ده بيقول لي اسمع الحاجات دي؟ اقول لك عادي. دول الاساسيين اللي ممكن تستنتج من خلالهم العمليات الثانيه. الضرب ما هو الا عمليه جمع متتالي او متكرر صح كده؟ طيب ده العمليات الارثماتيك. طب ايه العمليات اللوجيك الاساسيه؟ اند اور اكس اور نوت. الاربع دول لو انت عملت دايره بتعمل اربع لوجيك سيركتس دولت ها يبقى انت عملت لوجيك سيركت. لو عملت لوجيك سيركت مع ارثماتيك سيركت وحطيتهم في اي سي واحد بقى اسمهم ها ايه ال يو الارثماتيك لوجيك يونت اللي هي اهم جزء في السي بي يو اللي هو اهم جزء في مين؟ في الكمبيوتر. خلاص؟ طيب تاني حاجه ايه في السي بي يو؟ حاجه اسمها ريجسترز. حاجه اسمها ايه؟ ريجسترز. ايه الريجسترز دي يا جماعه؟ حد يعرف؟ الريجسترز هي الاماكن اللي بيتحط فيها الداتا ها؟ مثلا انا هجمع رقمين هجمع ايه؟ زائد بي. تعرفين اللي بيحصل؟ ايه ده هوت بيروح يتحط في ريجستر مثلا وليكن ار 1. طب بي بيروح يتحط فين؟ في ريجستر اسمه ار 2. والاي بي يو تعمل ايه؟ تجمع الرقمين. عن طريق طبعا انت بتقول لها في الانستراكشن او في البرنامج بتاعك اجمع ار 1 زائد ار 2. تحط مثلا الناتج في ار 3. حتى عندك مشكله؟ يبقى ايه هي الريجسترز؟ هي المكان اللي بحط فيه الداتا اللي هعمل عليه عمليه. واضحه؟ طيب اخر كومبوننت من الكومبوننت بتاعت السي بي يو مظبوط. سؤال حلو ده. حد يعرف؟ الراجل ده بيقول لي البرنامج بيتخزن في الميموري اللي انت بتضحك عليها. امال ايه الريجسترز دي بقى؟ ايه؟ الميموري ممكن تصلي على النبي؟ الداتا يا جماعه عشان تروح للمايكرو بروسيسور بتمر بكذا محطه او كذا ستيج او كذا ستيب. ازاي؟ اولا الداتا في الاساس خالص ها بتتخزن على مين؟ على الهارد ديسك. ليه؟ عشان لما اوصل الجهاز وافتح تاني ما افضحش. دي اول حاجه. اول ما الجهاز بيراقب دي الداتا اللي انت شغلتها الداتا يعني في برامج كتير متسطبه على السي اللي انت شغلته منهم بس هو اللي اتحمل في الراب. يبقى استاد تشغيل البرنامج بقى على في على فين؟ على الراب. طيب وبعد كده يا جماعه ما تعرفوش بقى التفاصيل ان الراب برضه الراب بالنسبه للسي بي يو بسيطه جدا. خلاص؟ ففي حاجه اسمها كاش ميموري. خلاص؟ انت حاطط البرنامج كله فين؟ شغال في الراب. طيب جزء منه بقى شغال يعني دلوقتي في مش في اللي مش هقدر اقول لك في الثانيه لان سرعه البروسيسور بتبقى يعني ايه بينفذ الانستراكشن مثلا في 10 اس سالب 9 من الثانيه. تمام؟ فبرضه بطيء. فبيحصل ايه؟ باخد جزء من البرنامج اللي خلاص اللي عليه الدور اوديه فين؟ في الكاش. تمام؟ يبقى الكاش ده جزء من البرنامج صح كده؟ طيب انتوا عارفين اصلا البرنامج بيتنفس ازاي؟ مش انتوا بتكتبوا بالسي بلس بلس سطور صح؟ اسمها انستراكشنز. خلاص؟ البرنامج بيتنفس انستراكشن انستراكشن سطر سطر بيتنفس في المايكرو بروسيسور. يبقى البرنامج بيتنفس ازاي بقى؟ ها بياخد السطر ينفذه بعد ما يخلصوا السطر اللي بعده وانسوهم. خلاص؟ يبقى دي فيها شويه سطور. خلاص؟ اول سطر منهم ها خالص يعني نروح على مين؟ ها؟ على الجسم. يتنفذ يجي اللي بعده اللي بعده، الجزء ده يخلص من البرنامج يجي الجزء ثاني من الايه؟
من الآخر. ليه؟ أصل دي سريعة بس دي أسرع منها، ودي سريعة برضه بس الريجستر أسرع منها. طب أقول يا باشمهندس سؤال، هما ليه ما يخلوش كل الميموري كاش أو كلها ريجسترز؟ ليه ما يخلوهاش كلها سريعة؟ صح؟ صح ولا لا؟ ولما بسأل السؤال ده أقول لك لا، أنت كل ما بتقرب من السرعة كل ما إيه يزيد السعر. خلي بالك لازم تبقى تعمل بالانس بين حاجتين، ها؟ تكلفة وسرعة أي حاجة أنت هتشتغل عليها كمهندس يعني. أنت ممكن تجيب حاجة سريعة جدا بس مكلفة جدا، ممكن تجيب حاجة بطيئة جدا وعشان تبقى رخيصة. ما ينفعش، أنت على حسب التطبيق اللي أنت هتشتغل فيه، على حسب هتشتري إيه سريع، إيه سريع وغالي وإيه بطيء ورخيص، صح؟ يعني ما تكون مثلا في تطبيق بيعتمد على السرعة حاجة ريال تايم مثلا، ها؟ ما ينفعش فيها تأخير، لا يبقى تضحش بالفلوس. صح ولا ايه؟ بتختلف برضه سعر التخزين يعني. ما هو بتختلف في سعر التخزين ليه؟ لان السعر الصغيره منها غاليه فما بالك بالكبيره. صح؟ يعني الرام لما بتوصل 4 جيجا دلوقتي في 8 تقريبا 16 32 تبقى حاجه كلها، انما لو الهارد ديسك كتيره يا عم ده انا مليت الهارد ديسك كتيره وعايز اجيب كاميرا واحده مثلا يعني. طب الكاش 3 ميجا ميجا تبقى زي الفل قوي دي. طب الريجستر 32 بت 64 بت، فاهمين؟ يبقى كل ما بخش جوه كل ما كانت السرعه كبيره، تمام؟ كل ما كان الحجم قليل كل ما كانت التكلفه ايه؟ اعلى. هتفهم حاجه؟ اللي مش فاهم يبقى طيب. الكلام ده كله برضه بقى يعني ايه؟ التوسيع ده مش تبعنا بس يلا عشان نفهم. طيب. يبقى اخر حاجه في السي بي يو كان كنا واقفين عندها مين بقى؟ اخر حاجه سي يو او اسمها ايه؟ كنترول يونت. مهمه جدا الكنترول يونت. ايه تعمل الكنترول يونت؟ بتتحكم في وقت وكيفيه تنفيذ اي عمليه داخل المركز. ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك. انت كاتب برنامج فيه امر اسمه ايه زائد بي. وانت في البرنامج السي بلس بتاعك. سي بلس اي برنامج كاتب ايه زائد بي. تمام كده؟ زي ما قلت لكم ايه اللي هيحصل؟ ايه ده هيتخزن في مين؟ في الجسر الاولاني وبي الجسر الثاني. طب زائد بي هيتم تفسيرها بناء على ايه؟ هو الاي اللي يو بيعمل جامعه بس؟ لا ده بيعمل جامعه مطلقه كده نوت ديكريمنت اند فور اكس او ونوت، صح؟ امال ايه بقى؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ قال لك الكنترول يونت هتروح على الاي ال يو تشكل بس الجزء المسؤول عن عمليه الجمع. فيقوم البرنامج يجمع لو في سطر بعده ايه اسمه ايه ار اس بي، ها؟ تقوم الكنترول يونت تروح تقول الاي ال يو تشكل الجزء المسؤول عن الطرح. وهنشوف كمان شويه ازاي بالتفصيل. يعني بتعمل ايه بالظبط؟ يبقى يا جماعه مكونات المايكروسوفت ثلاث حاجات، اي ال يو اللي هي الاسيماتيك لوجيك يونت، ها؟ الريجسترز، ها؟ السي يو. الاي ال يو بيبقى العمليات الحسابيه والمنطقيه اللي عندي، ها؟ الريجسترز بيخزن البيانات اللي هعمل عليها العمليه، السي يو بيحدد وقت وكيفيه تنفيذ العمليه. حد عنده اي مشكله؟ طيب احنا بقى النهارده عايزين نعمل ايه؟ النهارده عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعرف ايه ال يو صنعوه الناس ازاي؟ يعني نصنع الاي ال يو صنعه ازاي؟ اللي عنده مشكله في اي حاجه يا جماعه يسال، محدش يشتكي خالص. طيب احنا اتفقنا يا جماعه ان الاي ال يو فيها المكونين الاساسيين، ايه هم؟ الارثماتيك يونت، ها؟ واللوجيك يونت. واتفقنا كمان اتفاق بيقول ايه؟ ان الارثماتيك عشان تقول ان انت عملت ارثماتيك يونت لازم تعمل كام عمليه؟ اربعه، جمع وطرح وانكريمنت ديكريمنت. صح ولا ايه؟ يعني احنا دلوقتي واحنا قاعدين مع بعض لو عملنا دايره بتعمل اربع حاجات دي يبقى احنا عملنا ارثماتيك سيركل؟ اه. طب ما تبدا واحده واحده كده. عايزين نعمل جمع بس دلوقتي مؤقتا. ازاي نعمل عمليه جمع؟ ايه اللي احنا خدناه في اعدادي بيجمع؟ ها؟ اوعى تقول الاند. الادر. الادر زعوم. طيب ده يعني عمليه كم؟ ايه انواع الادر زي ما؟ هاف وفول. يبقى هاف ادر وفول ادر. طيب حد يعرف كلمتين اتنين يقول لي فرق بينهم؟ مش عايز مثلا تلاقي فرق بينهم؟ اه كلمتين. مش محتاج كلمتين. في واحدة اثنين واحدة ثلاثة بس ايه ما اعرفش بقى. بص يا جماعة خليكم معايا،
قبل ما اخش تفاصيل الهارد ادر والفول ادر، في حاجه صغيره عايز اقولها. ايه الفرق ما بين رقمين وبالتالي؟ الفرق ما بين ان انا اقول لك تو نمبرز تو بيتس، يعني لما اقول لك اجمع تو بيتس بالكاري اللي قبل كده، بس بتطلع كاري؟ بتطلع كاري.
واضح الكلام؟ طيب الفرقه بقى بتاخد اي 0 وبي 0 وطلع صفر 0 وطلع كام؟ صح؟ بس اللي يخش لها ايه؟ سي ان اللي هو بيبقى ايه بقى؟ يبقى الكاري بتاع الستيب او الستيج او المرحله اللي قبلها. حد فاهم حاجه؟ طيب تمام. يبقى احنا كده قفلنا الفرقه والهضبه. انا عايز بقى اعمل ديزاين. عايز اعمل ديزاين للدايره تجمع بص بقى مش رقمين معينين، لا اي رقمين ممكن يتمثلوا في 4 بت، الدايره اللي انا هعملها تنفع تجمعها. خلاص؟ طيب يعني على سبيل المثال حاجه جنرالايز كده مش ارقام معينه بعينها، لا ان جنرال عايز اعمل دايره تعمل ده، اعمل ايه يا شباب؟ اشتري اجيب كام 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 قدر؟ 4. وطبعا الجمع الصحيح بيبقى في القدر. خلاص؟ عشان انت لازم تاخد في حسبانك مين؟ الكاري بتاع كل مرحله. تمام كده؟ اول فرقه ضرب هتجمع مين؟ تجمع اول بت اي 0 مع بي 0 وتديني ناتج اسمه صفر 0. ماشي وهتطلع لي كاري يخش مين؟ كانبوت للستيب اللي بعدها، الستيب اللي بعدها بقى تجمع مين؟ اي 1 مع بي 1 وتديني صم 1 وتديني كاري المرحله اللي بعدها. دي هتجمع ايه؟ 2 مع بي 2 تديني صم 2 تديني كاري اللي بعدها. ده هيجمع مين؟ ايه 3 مع مين؟ مع بي 3 تديني كام؟ كام؟ اسباب. وفي الاخر خالص ده هيبقى السي اوت اللي هو مين؟ الكاري النهائي بتاع عمليه الجمع. صح؟ اول فرقه ضرب هل قبلها عمليه جمع؟ لا. طب وهل هيبقى في كلمة من المعنى؟ ما فيش اصلا عمليه، يبقى المفروض السي ان ده مقلل بي 0. واحد يقول لي يا باشمهندس ما انا ينفع اشيل ده واحط مكانه هل قدر؟ ليه؟ اصل هل قدر ما بتاخدش كلمة اه ينفع، بس انا مخليها في القدر لعله معينه هنشوفها كام شويه. بس ينفع في الحاله دي بس كده ينفع. حد عنده مشكله؟ يبقى يا جماعه ده كده ده كده اسمه ايه؟ 4 بت قدر. يعني ايه كلمه 4 بت قدر؟ يعني هو قدر يعني يجمع اي رقمين بس يكونوا ماكسيموم 4 بت. طب عايز يبقى 5 6 7 8 ها؟ يبقى هزود ايه؟ عدد ايه؟ الفرقه اللي في الناس. طيب على سبيل المثال الواحد اللي احنا لسه جايبينه من شويه ده 1 1 0 على 1 1 1 يبقى 1 معانا ايه؟ 1 1 1 0 على 1 1 1 0 معانا ايه؟ ال 1 1 ايه؟ كان ده النتيجه صح؟ ما تيجي نعمل كده على الدايره دي ها؟ أو رقم واحد أو رقم واحد مش ده الرقم بتاع بيت وبيت بيت وبيت معلش ها يبقى صفر وواحد واحد صفر معايا إيه؟ الواحد اللي بعده ها واحد 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 تاني كام؟ واحد معايا إيه؟ الواحد اللي بعده ها صفر 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 وإيه؟ واحد يبقى واحد وصفر واحد تاني كام؟ اللي بعده واحد ها وصفر يبقى واحد وواحد وصفر اديني كام؟ صفر معايا ايه؟ الناتج عامل ازاي؟ صفر واحد صفر صفر هو الناتج صح ولا غلط؟ حد يقول كده؟ لا صح ولا مقلوب؟ صح ولا مقلوب؟ لا مش مقلوب. لو انت فاهم مظبوط الدنيا ماشيه ازاي هتقول مش مقلوب ليه؟ ده اسمه ايه؟ اس 0 اس 1 اس 2 اس 3 صح؟ اما انت بتيجي تكتب الرقم مظبوط تكتبه ازاي؟ اس 0 اس 1 اس 2 اس 3 يبقى تعالى اكتبه كده مظبوط 0 ها 1 ها 0 0 هو الرقم ولا لا؟ والكلمة واحد ولا لا؟ يبقى هي دي اللي بتعمل ايه؟ جمع صح كده؟ يا باشمهندس احنا ما خدناش اللوجيك فانا مش فاهم 1 1 0 دي ازاي؟ طيب حاضر ايه الاحتمالات؟ او خلينا ناخدها كام احتمال؟ 8 احتمالات. بص يا باشمهندس ده 3 احتمالات مين؟ ليه؟ وبي وسي ام يعني ايه؟ يبقى عندك طرفين وكلمة يعني ثلاث أطفال صفر وصفر وصفر ها
يبقى صفر الصم صفر والكارب كده بصفر. طيب صفر وصفر واحد واحد ومفيش كارب. طيب صفر واحد وصفر واحد مفيش كارب. واحد واحد صفر وكارب عارف واحد واحد بصفر خمسة ده خمسة فيها كام؟ ها؟ عشرة تبقى عشرة ولا صفر معادلة واحد؟ اشمعنى كده بتاع صفر معادلة واحد؟ لأنها كانت عشرة وهو النظام بتاعي نظام رشاد ديسمال. هنا واحد واحد اثنين والنظام بتاعي ديسمال من الآخر أما يطلع لك ناتج تطلع منه اثنين. ها؟ واحد زائد واحد اثنين يبقى إيه؟ تطلع منها اثنين. ها؟ يبقى اديني كام؟ صفر ومعايا واحد. صح؟ طيب واحد يبقى واحد وصفر دي واحد واحد برضه صفر واحد 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 صفر واحد 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 ثلاثة صح؟ قطع منهم اثنين ها اديني واحد واحد ومعايا اشمعنى معايا واحد مش انت طرحت اثنين الاثنين في النظام النسبي مع موضوع الخانة اللي بعدها ها تبقى واحد زي مثلا مش هي 10 ناتج 10 قلت صفر معايا ايه؟ الواحد ده مش هيروح في خدت العشرات قيمته هتبقى واحد ولا 10؟ 10 فعشان كده اتحط واحد بس فهمت؟ انما هو قيمته 10 بس اثنين اللي خدت العشرات فبقت ال 10 في العشرات بكام؟ زي هنا الاثنين في اما تطرحها للخانه كمان تبقى بواحد لانها راحت لخانه مضروبه في اثنين زي دي لو تروح لخانه مضروبه في 10 عارف انت لو خدت نظريه من الديسيمال يعني قول مثلا ايه الديسيمال بيحصل ازاي؟ بجمع الرقم ولو كان الناتج الجمع اكثر من 10 ها يعني مثلا بجمع 8 و7 15 رقم اكثر من 10 بعمل ايه؟ بطرح من 15 كام؟ 10 10 يديني كام؟ اكتب الخمسه واخد ال 10 اللي باقي كام؟ واحد بس فهمت؟ هنا بقى بتبقى بدل 10 فين؟ طيب يبقى كده عملت عملية جمع، عايز أعمل عملية طرح. للأسف يا جماعة مفيش كومبوننت هاردوير كده اسمه هاردوير كده بيعمل عملية طرح. أمال يا باشمهندس أنا خدت حاجة اسمها سبتراكتور في إعداد. لا ده سبتراكتور ده مش دايرة مستقلة بذاتها، ده هي عبارة عن القدر متعادل عليه. يبقى من الآخر يا جماعة مفيش في الأصل حاجة بتفتح. يبقى مفيش حاجة بتعمل إيه وأسبيع. خلاص؟ فعشان أتحايل على موقف حولت الطرح لجمع مكافئ. صح؟ باستخدام حاجه اسمها توسكوم بليمنت، ايه التوسكوم بليمنت اللي بعده؟ ها؟ التوسكوم بليمنت بيساوي الواتس كومبليمنت زائد واحد. طب ايه هو الواتس كومبليمنت؟ النفي. نفي الشيء هو الواتس كومبليمنت بتاعه. طيب يبقى سالب بي عشان تبقى زائد ها؟ اجيب لها توسكوم بليمنت اللي هو عباره عن واتس كومبليمنت زائد واحد. الواتس كومبليمنت للبي بيناقش ايه؟ مش لازم تكون بنت نفس؟ طيب زائد واحد عشان انت تسكن بالبنت تقوم دي تتحول لجمع بدل طيب يبقى ايه؟ زائد بي داش زائد واحد دي بتكافئ ايه ناقص بي بس بدل ما اعمل الطرح عملته ايه؟ بجمع حد عنده مشكله؟ ها؟ طيب ازاي بقى اخلي الدايره ده اهي بدل ما هي تجمع او بدل ما هي حضر تبقى سبتراكتور من المعلم من الدرس كان كان كده بتعمل ايه زي بي دلوقتي بقى بعمل ايه زي بي ده زي واحد يا جماعه ها ايه التغير اللي حصل عن الداله اللي فاتت ها هو ده البي بدل ده في اعمل نفي ازاي ها يبقى كان في مش انا مش عارف لو الداله بتاعتي فيه ولا واحد فالبي بقى قبل ما تخش على ها بيحطها ايه نضج مت جيت حد عنده مشكله يبقى داخل الطرف التاني كله يتنفي خلاص طيب باقي لي مشكله ليه الواحد وانا مش عندي نفس ان دايما بزيرو ها ينفع احطه بواحد يبقى لو حطيته بواحد يبقى لك لا الداله دي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ زائد بي منفيه زائد واحد في السي ام ده كده بيكافئ ها؟ ايه ناقص؟ معانا؟ طب خدوا معانا ما تسلمش كاش ما تسلمش يبقى دي يا جماعه ده اللي بتعمل ايه؟ طرح ايه زي بي زي واحد اللي هو طرح ايه رسمي؟ حد عنده مشكله؟ الحمد لله عشان كده
ولسه ما بقى نشوف كلام عشان عايزين نعمل حاجه اشتغلت شويه كويس. طب البيزيو ده انا بنتهم وضمع داخل التحول البيزيو بالظبط انت ما تعرفش يعني انت بتعمل دايره عشان ما تعرفش تجمع بيها رقمين بعض يبقى انت ما تعرفش انت مش عايز تقول لي يعني صفر واحد واحد صفر انا ما اعرفش الصفر مين والواحد مين صح؟ طيب اللي انا عايزه بقى عملت دايره بتجمع وعملت دايره بتطرح كل واحده فيهم لوحدها هل ينفع اعمل دايره واحده تعمل الاثنين؟ الاثنين ينفع؟ اكيد ينفع صح؟ طيب بصوا يا جماعه صراحه لما تيجي تعمل حاجه بالشكل ده حط في دماغك قاعده كده حط الحاجه اللي بتنفذ جنب بعضها انت عايز تنفذ مين؟ ها؟ ايه زائد بي ومين كمان؟ ايه زائد بي زائد واحد حطهم قدامك كده ها ركز معاهم هتلاقي جزء ثابت وجزء ايه؟ ها؟ متغير قول زائد صفر صح كده؟ يبقى ايه ثابت ومتغير؟ ايه ثابت يبقى مش هعمل في ايه اي حاجه في الحالتين هيخش مباشر طب البي عايزه مره مثبت ومره منفي يبقى دي اول حاجه البي ايه كمان؟ السي ان بدا مره صفر مره ايه؟ واحد فاهم الشكل ديت؟ يبقى انا عملت دايره فيها امكانيه ان انا اخلي البي مره مثبته مره منفيه والسي ان مره بصفر مره بواحد يبقى انا عملت دايره بتعمل ايه؟ جمع وطرح مع بعض على الطريق انا اللي بتحكم فيه اخلي البي مثبته والسي ان بصفر يبقى ده احنا جمع اخلي البي منفيه والسي ان بواحد يبقى بتعمل ايه؟ طرح دورنا كده في التاريخ بتاعنا اللي احنا خدناه قبل كده لقينا دايره لذيذه قوي اسمها اكس 4 التروستنج بتاعها بيقول ايه؟ لسه بعد اذنكم 0 0 1 0 0 1 1 لو كان داخل 0 0 الخارج 0 1 0 او 0 1 1 1 1 متشابهين صفر فيه واحد طب تيجي نركز شويه كده فيها نستنتج منها قاعده معينه شويه بس خلي بالك عشان هتلاقيها ها لو قلنا 0 0 معنى ذلك لو ثبتنا طرف على الزيرو ركز بقى في الحته اللي جايه دي هيكون الخارج ايه علاقته بالدخل التاني؟ هو هو صح كده؟ طيب ركز كمان مره لو ثبتنا احد الاطراف على واحد هيكون الخارج ايه علاقته بالطرف التاني؟ مقلوب طب ما تيجي نصيغها افضل من كده لو قلت ان طرف ثبته على صفر على ايه؟ صفر والطرف التاني اسمه ايه؟ يعني اكس صفر او واحد الخارج هيكون اكس صح ولا ايه؟ طيب لو خليت الصفر ديت واحد في طرف واحد والطرف الثاني هيكون هو الخارج بس ايه؟ يبقى يكون صح ولا ايه؟ اذا هي يعني شفت الحاجه دي حد يقول بقى؟ السلام عليكم مش انا عايز دي مره مثبته مره فيا طب ده كلام جميل قوي اهو يبقى انا بدخل الداخل اللي اسمه ايه؟ ها؟ احط قبله ايه؟ ولا اختم مع الاكس وحاجه بي زيرو وهنا بي ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ اللي يحصل في المرحله يحصل في كل المراحل ها؟ صح كده؟ تمام واجيب بقى الطرف الثاني بقى تعالى بقى الطرف الثاني انت كده وعايزك تتحسب كده تاكل اسمها ام اي طرف اسمه ام خلاص انت ايه بقى انت اللي هتظبط كل حاجه انا عايز اجمع يبقى عايز البي تطلع ها مثبته يبقى احط الام من باب كام صفر صفر مع الجهات تطلع ايه مثبته طيب عايز اطلع يبقى احط بواحد ايه واحد مع الجهات تطلعها ايه منفيه يبقى كده خلصت مشكله مين يا باشمهندس الكيني كده مشكله مين البي بي مشكله مين السي هو اسماء الجامعة عايز السين بكام؟ بزيرو والام بيكون بكام؟ بزيرو طب وفي الطرف؟ انا عايز السين واحد والام كمان بكام؟ هو ما ينفعش يبقى انا اضرب عصفورين بحجر واحد يبقى اجيب الام دي ادخلها كسين وبعد الام لما اكون بصفر تدخل السين بصفر وتخش مع الاكس او تثبت يبقى ايه زائد بي يبقى جنب ولما اكون بواحد تخش تدخل السين واحد وتخش مع البي تنفي يبقى ايه زائد بي داش زائد واحد بالطرف يبقى دي عقدة بتعمل ايه؟ جمع وطرح لأي رقمين مالهم؟
للتسلف طبعا اتفضل حاضر انت فاهم ليه صور؟ طيب ليه صور بتعمل ايه؟ لو كان احد الاطراف بتوعها صفر الطرف الثاني بيطلع بالخارج ده هو لو كان احد الاطراف بتاعها واحد الخارج بيطلع ايه؟ داخل الثاني ايه؟ منفي فانا عايز الحته دي عايز البي مره مثبته ومره منفيه فرحت جايب داخل البي على اكس او مع طرف ثاني اما اكون عايز تبقى مثبته اخلي الطرف الثاني بصفر اما اكون عايز تبقى منفيه اخلي الطرف الثاني بواحد مشكله البي مشكله السي ان مره بصفر مره بواحد لحسن الحظ ان طلعوا اتنين شبه بعض فدخلت الاثنين مسكت واحد يعني ابقى عايز الام بصفر والسي ان بصفر في حاله وابقى عايز الام بواحد والسي ان بواحد في حاله فخليته مشترك واصلا ولا لسه قدام عادي قدام يعني انا حته مش فاهم عشان اكسب لا مش عارف لا لا انا حته عملت الجامعه يا مش فاهم انت فاهم الصور اللي هي بيكون صفر بيطلع طرف ثاني تمام انا شايف الجامعه الجامعه مش فاهم مش فاهم ايه زي دي ومش فاهم بعمل ايه تبقى ايه دي جاش زي الواحد لا هو عايز البي يطلع مثبته هو عايز البي منفي هو عايز السي ان عايز واحد صفر Thank you.
شوية قلب جيت مع الأور ويشبههم بالظبط. يبقى من الأهل القضب شو القضب من جوه إيه الكون إيه؟ لوجيك جيتس. طيب لوجيك جيتس بقى من جوه الكون إيه؟ ما تعملش بقى أقول لك أنت كون صلى على النبي القلب جيت شفاعة يبقى ايه الاساس بتاع الكمبيوتر يا جماعه؟ CPU